واحد من الحراس الكبار، واحد من الأسماء الكبيرة في حراسة المرمى في مصر، واحد من اللاعبين اللي لعبوا فترة صعبة جدا جدا للنادي الإسماعيلي تحديدا هذا الموسم، فترة صعبة صعبة الفترة الأخيرة، المباريات الأخيرة للنادي الإسماعيلي، وقدم مباريات كبيرة. الكابتن الكبير كابتن أحمد عادل عبد المنعم. يا كابتن أحمد منور الدنيا، وبهنيك على بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز. كابتن كريم ربنا يخليك، انا مبسوط ان انا معاك في مداخله. طبعا يا حبيبي انا سعيد جدا، بهنيك مره اخرى. موسم صعب جدا على الاسماعيلي وصعب على جماهير الاسماعيلي، بس الاهم في الاخر ان انتوا قدرتوا تطبقوا في الدوري الممتاز. طبعا يعني طبعا انت حضرتك عارف والناس كلها عارفه ظروف نادي الاسماعيلي صعبه جدا. السنه دي كمان يعني كانت زياده شويه في امور كتيره جدا، امور ماديه وامور فنيه وعلى مستوى حتى رئاسة النادي، كذا حد اتغير على مدار الموسم، فكان طبعا لا موسم صعب جدا طبعا على اللعيبة وعلى الجمهور. والحمد لله طبعا اللي الختام كان كويس، والحمد لله اللي احنا يعني قدرنا نريح الجمهور شوية قبل الماتش الأخير. طبعا طيب ايه اللي يخلي الإسماعيلي الموسم ده والموسم اللي قبله والموسم اللي قبل قبله يبقى في الوضع ده؟ كابتن احمد انت راجل لعبت في النادي الاهلي، نادي كبير وعظيم حققت بطولات كثيره مع النادي الاسماعيلي، انت رايح برضو ايضا لنادي كبير واسم كبير في تاريخ الكره المصريه، لما تبقى موجود في الاسماعيلي وانت متوقع كحارس كبير ولك اسمك ان الاسماعيلي رايح ينافس ورايح يبقى فريق قوي كعادته يصارع على الهبوط، ايه الوضع بالنسبه للاسماعيلي؟ هل الاسماعيلي هيستمر على هذا الوضع ولا ده كان وضع استثنائي؟ بص والله انا مش هضحك عليك، هو الوضع صعب جدا في النادي طبعا، ويعني ده مش كلامي، ده يعني ده الواضح طبعا وده المعلوم لكل الناس. انا متهيألي لو يعني لو ما كانش في حل سريع الفتره الجايه للنادي، لا هتبقى الظروف صعبه جدا طبعا. لا الظروف هتبقى صعبه لان اللي النادي فيه السنه دي بالذات متهيألي ما مرش على النادي الاسماعيلي من يعني في على مدار سنينه كله في تاريخه. صح. لا السنه دي صعب جدا، حتى لو حضرتك بصيت على كم المديونيات اللي على النادي الاسماعيلي، زي ما كابتن شيحه امبارح قال انا سمعت 500 مليون جنيه، نص مليار، فمين هيتحمل ده؟ الموضوع صح. صعب جدا. صح. انا اتمنى ان يبقى في حل سريع طبعا، لان النادي الاسماعيلي نادي كبير وعنده جمهور كبير، فاتمنى ان الموضوع يبقى في حل ليه طبعا. صحيح. انت مستمر مع الاسماعيلي؟ عقدك مع الاسماعيلي لحد امتى يا كابتن احمد؟ لا انا عقدي كده خلص مع النادي الاسماعيلي دي اخر سنه، انا كنت ماضي سنتين 21 22 و22 23 وده اخر سنه ليا مع النادي الاسماعيلي وطبعا لسه يعني محدش عارف الدنيا فيها ايه طبعا. هو كان طبعا في ناس، كابتن شيحه قبل ما يمشي كان اتكلم معايا، لكن دلوقتي طبعا هو ما فيش حد لسه موجود وفي انتخابات، فيعني الموضوع لسه يعني مش واضح شويه بالنسبه لي انا حتى جوه النادي طبعا. الانتخابات لسه في شهر 8 وبالتالي انت ممكن تاخد قرارك دلوقتي، هتبقى او ترحل. بالظبط بالظبط، لان يعني انا خلاص انا عقدي خلص دلوقتي واقدر ان انا امضي في اي مكان طبعا. بس طبعا انا لحد دلوقتي ما مضيتش في حته ولسه في ماتش الاتحاد، فاحنا انا ملتزم لحد اخر يوم ليا في النادي الاسماعيلي وان شاء الله يعني اتمنى التوفيق للنادي وليا حتى في القرار ان شاء الله. ربنا معاك كابتن احمد. طيب بالتاكيد فرصه وانت معايا اكيد عايز تهني النادي الاهلي بالفوز بالدوري وجماهير النادي الاهلي. طبعا بهني النادي الاهلي بالفوز ببطوله الدوري وطبعا سعيد جدا ببطوله افريقيا اللي خدوها ودايما النادي الاهلي مشرف الكره المصريه، واتمنى رجوع نادي الاسماعيلي على الطريق الصحيح. نادي الاسماعيلي نادي كبير واتمنى له ان شاء الله باذن الله يرجع كبير زي الاول ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، اتمنى لك يا رب كل التوفيق في الفتره القادمه.